شو يا ابو حسين قهرت عشان عم نجيب سيره الصبايا اخد على خاطرك ها انت طول عمرك لحظه ما خليني بدي اخبركم عن زبونه اجت لعندي اليوم ما عشان تتسفر على بعدها واصل من المطار اجت دغري لعندي صارت تحكي لي عن مشاكلها العائليه وعن اختها اللي صار لها 4 سنين ما بتحكيها من هون لهون عرفنا القضيه لما كانت مصابه بكورونا وفادي حاسه الشم اختها استغلت الفرصه ورشت مريحه البطاقه صبايي اخر زمن بطلوا يخبزوا خايفانين عن نعوم الداي هون عشان المناكور اتكسروا ضفيرهم ايه خايفانين تطلعش الصورة حلوة على الفيسبوك هادي اذا تركوا التليفونيت من داي هون رقي حاجة جقي رقي حاجة جقي شو بدك بنات الناس رقي وحاجة جقي شو يا ابو حسين اخد على خاطرك عشان جبني سيره الصبايا ما طول عمرك هيك عيونك لبرا شو جديدي عنك يعني لك بحياتك ما قلت لي كلمه حلوه بحياتك ما دلعتنيش علينا وقف الجق وبلشت ناق يا ريت شاطره بالرق مثل ما شاطره بالجق والناق ايه هذا اللي شاطر فيه انت رقي وحاجه تنقي لك يا ام حسين شفت جرامة الجديد اللي قعدوا حدنا فوق اول الطلعه زلعان عنك يا ابو حسين صار عارف اخبار العيله وعيله العيله كمان وانت بعدك ما دعست جدارهم يا ام حسين ما مرق قدامي البروفايل تاعي على الفيسبوك وشو طارت الدنيا يعني هلا شو هلا شو قاعده بتسالي حلو حلو يا ابو حسين صار عندك فيسبوك وصرت تحط بفايلات كمان وتلحق النسوين ظاهر بدك تكل شكارة وخلي تنفعك الجارة بزمانك ما عملتيه بعدين بروفايليت مش بوفايليت